طبعا الحق مثل ما بقول الحق رقم مهول بالنسبة لي، إنه 25,000 حالة طلاق بالربع الأول مثل ما بقول من العام 2024 رقم قياسي يعتبر بالنسبة لمنطقتنا أو منطقة النظام. خلينا نقول يعني يمكن بالريبورتاج حكيته ضمن الريبورتاج السبب الأول بحالات الطلاق اللي هو الأزمة المعيشية أو الحالة المعيشية اللي عم يعيشها الناس في مناطق النظام بشكل خاص وبشكل عام طبعا بسوريا. فهذا الشيء بيأثر طبعا على الأسرة، وأنه الرجل ما بيقدر، الرجل بشكل عام ما عم يقدر يعطي الشيء اللي بيكفي للأسرة، نعم فهذا عم يأثر على تفكك الأسرة السورية. وفي شغلات دخلت كمان على الأسرة السورية اللي ما كنا بنعرفها من قبل بصراحة، غير إنه الفقر اللي صار بشكل كبير، ما عاد في احتياجات الأسرة الأساسية ما عاد قدر الرجل يوفرها، بالإضافة إنه بعض النساء ما عم يشتغلوا كمان، إنه ما في، المرأة ما عم تساعد زوجها كمان، هاي من أحد الأسباب إنه عم يزداد حالات الطلاق. نعم أستاذة هيام، لابد أن نتساءل عن أهم وأبرز الحلول التي يجب العمل بها من أجل الحد من ارتفاع حالات الطلاق. الحلول طبعا الحلول انه ما يكون في عندنا ارتفاع الاسعار اللي موجوده حاليا، انه اسعار مهوله. يعني انا يمكن عم شوف في برنامج اسمه الوطن، عم نشوف الحالات والاسعار اللي موجوده بسوريا، يعني شيء مخيف. الاسعار اللي مثلا عائله بدها تصرف مثلا تسوي طبخه صغيره، نعم يعني بدها هذاك المبلغ المهول الكبير لحتى تامن طبخه صغيره. فيعني رب الاسره كيف بده يامن هذا المبلغ، كيف بالإضافة لأنه بده مثلا إذا عنده أجار بيت كيف بده يأمنه. هاي الحلول مو بس رب الأسرة، هاي النظام لازم يأمنها كمان، بده يسوي حلول كمان للشعب اللي هو مسؤول عنه كمان. نعم فلازم يكون في كمان حلول للنظام يأمنها للشعب اللي موجود كمان. الأسعار لازم تكون متهاودة في متناول الشعب، خلينا نقول نعم الناس اللي عندها مثلا أجار بيوت، اللي الناس اللي عندها المتعايشة، الناس اللي عايشة على كفاف يومها مثلا. خلينا نقول نحن مثلا، نحن هلا مثلا عايشة أنا بالنرويج، الناس العاطلة عن العمل في عنا نظام الاجتماعي أو اللي عنا مكتب العمل هو بيعطيهم رواتب، ما موجودة هاي ببلادنا. فكيف الناس بدها تعيش؟ يعني الناس عم تعيش خلينا نقول مثل ما بقولوا بالقدرة هنيك بسوريا عم تعيش. فمشان هيك عم يصير عندنا حالات طلاق فظيعة. نعم نعم من النرويج الأستاذة هيام الشيروط، عضوة في حزب اليسار الاشتراكي في النرويج، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به وعلى مداخلتك معنا.